شركة الجود، جودة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وبالعراق تحديدا. شركة خير الجود لصناعة المنظفات والمعقمات والمطهرات بصدد إنتاج منتوجها الجديد وطرحها بالأسواق قريبا إن شاء الله، اللي هو يعتمد على مركب بيروكسيد الهيدروجين. هو مركب قوي جدا في إباته للفيروسات والميكروبات بصورة عامة. طبعا هذا المنتج سوف تطرحه الشركة بعبوات مختلفة تتميز من الواحد لتر والخمسمائة مول والمئتين وخمسين، وكذلك العبوة الصغيرة اللي توضع بالجيب اللي هي مئة مول. احنا حنشوفكم مثلا على سبيل المثال العبوة الصغيرة اللي هي مئة مول، وراح تشوفون عليها انه علامة او عفوا يعني رمز الاكسجين O2. طبعا هذا مركب جدا فعال في القضاء على الميكروبات، وممكن استخدامه على البشرة بصورة بسيطة، لا يدخل العين لكنه ممكن استخدامه امين على البشرة، حتى اذا يعني سقط على اغذية او غيرها فهو امين، لانه بالنتيجة النهائية يتفكك الى اكسجين وماء، فالموضوع انه يكون امين. لكنه يتميز عن الايثانول انه فعاليته وإبادته تكون أسرع، وهو غير قابل للاشتعال. لكنه مع التأكيد على ملاحظة مهمة أنه عدم خلط المعقمات سوية، وهذا بالتحديد المعقم لا يمكن خلطه مع بقية المعقمات، ولا يمكن إضافته على بقية الأمور الأخرى، فاستخدامه حصرا لوحده يكون فعال وجيد في القضاء على الفيروسات. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، مع تحيات شركة خير الجود لصناعة المنظفات والمعقمات والمطهرات.